السلام عليكم، اهلا بكم في قناة ايمي ميكسولوجي. يا رب تكونوا جميعا بخير. والنهاردة جايبة لكم وصفة يخنة الخضار او وصفة الحلة الواحدة. هستخدم النهاردة حلة الضغط من النوع زهران اللي هي بالسنسور، مع المفتاح بتاعها بيبقى مفروض مقفول لتحت في اتجاه الدراع، ولما ألفه يمين فوق ده كده لتفريغ الضغط. طبعا حلة الضغط دي لازم تكون في كل مطبخ، بتسعف جدا لو انت بتشتغلي او حتى ست بيت وما عندكيش وقت، يعني بتسوي الحاجة تقريبا في 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير. اول حاجة هعملها هشوح الفراخ في الزيت. دي فراخ مجمدة، عملت فيها فتحات بالسكينة عشان قلبها يستوي كويس. وهضيف الفلفل الاسمر، وهضيف معلقة من الكاري، وهضيف برضو مجموعة بهارات الفراخ. هنيجي دلوقتي للخضار. عندي تشكيلة حلوة جدا، بسلة، بطاطس مكعبات، ثوم صحيح، بصل طرنشات، فلفل الوان، طماطم مكعبات. اي خضار عندك تحطيه، حتى لو خضار ما بيحبوهوش الاطفال، بحيث هيطلع في الاخر طعمها جميل جدا، مش هيحسوا بالحاجة اللي ما بيحبوهاش. ومعلقتين من الصلصة، ونديها تقليبة سريعة. وطبعا ما ننساش الملح، بنحطه من الاول خالص، معلقتين صغيرين من الملح. ونحط عليهم تقريبا كوباية مية مغلية، ونسيبها على نار عالية لحد ما تغلي. واول ما اسمع الحلة بتعمل صوت او زي صفارة كده او صوت بخار شديد، ببدأ ان انا اوطي عليها واسيبها تقريبا 5 دقايق لحد ما تستوي. كده تقريبا بعد 10 دقايق انا هبدأ افرغ الضغط من الحلة، وهستنى لحد ما السنسور الزرار الاحمر ده ينزل لتحت، معناها ان الحلة كده آمنة ان انت تفتحيها. ما اقولكوش بقى على الريحة، تجنن تجنن. وزي ما انتوا شايفين هي كده تقريبا استوت، والبطاطس يدوبك سواها المظبوط عشان ما تتهريش مننا. واكيد الفراخ طبعا هتطلع استوت، لان ما بتاخدش معايا اكتر من 10 دقايق وهي مجمدة في الحلة بتاعت الضغط. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، واستنوني في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير.